نبدأ بقى في آخر حاجة. ماشي. أنت مين؟ أنا محمد ربيع سين محمد، مواليد الفاشن بن سويف. فك نفسك كده يا ربيع، ما أنا فاكرك أهو. ماسك نفسك أهو كده قاعد مشدود. أقوم لك. ومسيت النادي الأهلي والحمد لله منتخب مصر، وكنت في قطاع البترول، خرجت مدير عام بفضل الله تعالى، وحاليا سلك التدريب ان انا ماشي فيه، ومسكت اكتر من فريق، وحاليا مدرب للمنتخب لفريق بتروجيت في الممتاز به، ان شاء الله نصعد بيه بمشيئه الله تعالى. موقفه كويس في الممتاز. احنا الثاني. الثاني. ولسه فريق بينك وبين الاول قد ايه؟ سبع نقاط. لسه فاضل كام مباراه؟ لسه سبع ماتشات. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. الله المستعان ان شاء الله تعالى. بقى عندي اسرتي طبعا، وعندي اولادي. و عندك اولاد ايه؟ عندي عمر بفضل عمر الله. ما شاء الله. وعندي ايه وعندي توكا. ما فيش حد فيهم بيمارس رياضه؟ لا فيش رياضه خالص. عمر عمر يعني بيلعب بقى. لا عمر ما احنا معانا تقريب مع عمر. فدي اسرتي وده حياتي ودي بطاقتي وبنتمي. انا بسعيد جدا ان بنتمي لاسره النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي. طيب احنا معانا تقرير الاول لعمر، هنسمع عمر بيقول ايه وبعدين نرجع نكمل بقيه انت مين. ماشي. اكيد طبعا مبسوط ان كابتن ربيع موجود مع واحد من نجوم الكره المصريه كابتن مصطفى عبده، وحابب ان انا يمكن اسلم عليه واقول له يا رب دايما تبقى بخير ودايما متالق ودايما متفوق ودايما الناس كلها بتحبك. حب الناس نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، وانا اعتقد ان انا يعني اكتر حاجه ببسط منها لما بقول انا عمر ربيع ياسين، محدش بيقول انت ابوك كان نجم ابوك كان لعيب، كل بيقول انت ابن الرجل المحترم ابن الرجل المهذب، ودي بالنسبه لي بالدنيا وما فيها، ودي احسن حاجه نعمه يمكن الواحد مش بيحس بيها الا كل ما بيكبر في السن، وكل ما يعني بعد ما الواحد ربنا رزقه بمالك فالواحد يعني بقى يعرف معنى الكلمه دي، ان الاب لازم يكون قدوه لابنه، والحمد لله يمكن ربنا رزقني باب يكون قدوه ومثل ليا، فانا بحمد ربنا على النعمه دي. واكيد طبعا بتشرف ان ربيع ياسين هو ابويا، واحد من اللعيبه القليله اللي جمعت ما بين الاحترام والاخلاق وما بين الموهبه العاليه. يمكن الكابتن ربيع في حياته يعني في حياته الطبيعيه بعيدا عن الكوره يمكن الواحد اتعلم منه كتير قوي، اتعلم منه ازاي ان الواحد يبقى شاطر في مجال عمله ايا كان ايه هو الشغل او طبيعه الشغل، ايا كان بقى في دراستي في شغلي في حياتي الاعلاميه، الواحد دايما بيتعلم منه الجد والاجتهاد، وان لازم الواحد يعمل اللي عليه علشان خاطر في الاخر ربنا يديله على قد تعبه وعلى قد مجهوده. دايما بيحمسني، دايما بيحفزني، دايما لما بيجي بيتكلم معايا بيتكلم عن علاقة البني آدم بربنا سبحانه وتعالى، وإن قد إيه إن ربنا بيكرم البني آدم في حياته، مش شرط دلوقتي، ولكن على قد ما أنت بتجتهد وبتتعب ربنا عمره أبدا ما هيضيع مجهودك. شفنا ليه مواقف كتيرة جدا شبه الكلام اللي أنا بقول لحضرتك عليه ده كابتن مصطفى، وربنا في الآخر بيعوضه عن تعبه ومجهوده باللي هو يستحقه. فدي حاجة أنا اتعلمتها منه، اتعلمت منه الأمانة، اتعلمت منه الاحترام، اتعلمت منه الأدب، اتعلمت منه إن أنا أحب الخير للناس قبل ما أحبه ليا، اتعلمت منه إن أنا لما أطلع أتكلم لازم أتكلم على كل الناس بالاحترام. السيرة يا كابتن مصطفى دايما كانت حاجة أنا اتعلمتها كمان وشفتها، إن البني آدم سيرة، إن لما الواحد ربنا بيتوفاه ما فيش أي حاجة بتبقى إلا السيرة الطيبة والكلام الكويس، وكل حاجة بعد كده أعتقد بيتم نسيانها. فربنا يبارك فيه ويكرمه، وأنا مبسوط جدا بالحلقة، وإن شاء الله بقى يعني تكسر الدنيا زي ما احنا متعودين دايما إن شاء الله. عمر طبعا شخصية جميلة ومذيع شاطر شاطر، وربنا ان شاء الله يوفقه وياخد مكانته اللي هو الطبيعيه اللي موجوده ان شاء الله ربنا، وخد منك كل حاجه الا حاجه واحده بس. ايوه مش لعيب كوره. هو بطل بدري بس مش عاوز يبهدل نفسه، عمر ما حبش ان هو يبهدل نفسه. طيب فخد الطريق من اوله. لا ما دي طبعا ده اقدار وارزاق. نعم. هوايتك المفضله غير الكوره؟ لا هو ما عنديش ان انا العب كوره مع فريق الشمس بس، ما عنديش اي هوايه. بتصطاد؟ بتروحش خالص ولا مصيف حتى؟ المصيف ولا مصيف اروح العب في فريق الشمس، هو ده الوقت الفراغ اللي انا بقضيه. طيب واقعد في النادي الاهلي. انت لازم تبقى ما تروحش المصيف خالص ولا؟ والله العظيم ما بتنزلش البسين ولا البحر ولا بتدلك حتى. شوف المجهود ده كله العصبي والذهني والجسدي وما عندي، انا بشتغل معاه. انت جبار يا اخي. فهي هدي فعلا هوايتي والله. ده طب وقت فراغ بتعمل فيه ايه؟ وقت الفراغ بروح اقعد في النادي الاهلي.
تعرفش اخضر في ما اعرفش ما دي حقيقه. طيب بتحب تتفرج على مباريات الدوري العام؟ طبعا. الدوري العالمي اللي انت متابعه بدوري ايه حاليا دلوقتي؟ الدوري الانجليزي اللي هو احسن دوري في العالم. طيب بعض الناس بقى كمان انت مدير فني، يعني بعض الناس تقول لك اذا محمد صلاح ساب ليفربول هيقل مستواه في اي حته تانية بره، ايه رايك؟ لا لا، هو محمد صلاح ما قلش، لكن هو ماشي كويس في توفيق في ليفربول ومقدم مستوى رائع. نعم. وبطولات، فهو انا يعني هو يستمر، ان صلاح ناجح وما شاء الله ماشيه الدنيا كويس قوي ولفت الانظار. انا من وجهه نظري انه يستمر في ليفربول. يستمر في ليفربول. طيب بتحب الاكل؟ لا، الاكل يعني عشان اقدر اعيش، انما ما بحبوش قوي لان الاكل في السن بتاعنا ده اعتقد انه مضر. طب انت كنت متغرب، اتغربت كتير قوي. مختلف. كنت بتخش المطبخ تطبخ لا حاجه؟ لا ما اعرفش، هو الشيخ صح حاجه اعملها. ما تعرفش تطبخ حاجه خالص؟ لا. امال ايه كنت بتاكل ازاي؟ لا كنا بناكل في مطعم. المطعم يعني محمد عامر بيعرف يطبخ؟ محمد شاطر مختار. لا هو كنت انا باكل في مطعم النادي الاهلي. مطعم النادي الاهلي. ما تعرفش تعمل اي حاجه؟ اجيب الحاجه تيجي تزورني وتجيب الاكل واشيله في الثلاجه. اه تجيبني وهي جايه. كل حاجه كنت بحبها تجيبها، حتى مثلا الدوره المشويه تجيبها لي، البطاطا، حاجات اللي هي البسيطه دي اللي هي المفرحه دي. ما بتقدرش تعمل انت، ما بتعملش اي حاجه. الشاي حلو قوي، واغسل وبعد كده اغسل الكوبايه. وارتب سريري. ما بتعرفش تعمل سلطه؟ طيب لا ولا سلطه. انت رهيب قوي يا خالد. لا ما ماليش فيها فعلا. ما انت رهيب قوي بصراحه. انما حضرتك نظامي جدا. ما انا انت هتقول لي على النظام، ما انا عارف. واوضتي لازم ارتبها، ولازم وخد حياتك وارتب وانظم، وكوبايه اشرب او الطبق اغسله بعد كده حتى لو عندي ايه. متابع السوشيال ميديا؟ يعني مش قوي يعني. هل مفيده ولا مضره؟ لا لو هي ايجابيه اوقات بتبقى مفيده، اوقات بتبقى مضره، اوقات. طيب بتحب الافلام ابيض واسود؟ لا مش هوي افلام. مش قوي؟ خالص. ولا الاغاني؟ ولا الاغاني. مش هويها يعني. انما ممكن انا بسمع حاجات دينيه واسمع اناشيد وطنيه، وممكن ده اسمع، لان انا حضرتك كل شغلي وكل وقتي لشغلي. ايوه بس في وقت انت مثلا تسمع ام كلثوم، تسمع. لا كنت زمان والله العظيم دي حقيقه. لما حبيت ما كنتش بتسمع عبد الحليم حافظ؟ لا ام كلثوم. ام كلثوم؟ ما اسمعش عبد الحليم حافظ؟ لا اسمعه بس. زمان يعني اقصد ان وقتي كله. يعني عندك مطربتك المفضله ام كلثوم؟ ام كلثوم. طب لو انت عاوز تبعت اغنيه لشريكه حياتك، اغنيه لام كلثوم، طب لها اغنيه ايه؟ اللي هو زمان وانا كنت بسمع. طب ما دلوقتي وانت كان في اغنيه دايما احب اسمعها، قصه إيه؟ الامس. قصه الامس؟ اه. انت بقيت محارب جامد قوي يا راجل. هات لها ده عشان طلبك انت بس. لا انا ما عنديش وقت اسمع حاجه خالص. هات لها اغنيه حلوه. طيب انت ما ده جميله، ده جميله جدا دي قصه الامس، دي حاجه عاليه جدا. ايام زمان. الكلام ده بقى من كام؟ من 30 سنه 45 سنه. انت عارف انا كنت متوقع تبعت لها ايه؟ والله زمان يا سلاحي. لا عشان انت طلبت مني فقلت انما الحاجات دي زمان زمان. كابتن ربيع انا مبسوط جدا ان انت كنت موجود معانا، ويا رب يكون ادينا لك جزء من الاجزاء الكبيره اللي انت اديتها للكره المصريه، سواء للنادي الاهلي او لمنتخب مصر. نتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله تبقى أنت وأسرتك في أحسن صحة وأحسن حال.